أهلا بحضراتكم معانا لفقرة الحوار لهذا اليوم. بيشرفني جدا يكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ محمد عز، مدير تحرير جريدة الأهرام، للحديث عن الأحزاب السياسية ودورها في حياتنا في الفترة القادمة. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا بيك دكتور. أستاذ محمد، يعني إحنا الحوار الوطني مازال يتحدث في المحور السياسي، والأول أنا عايز أعرف هو المفروض أن يكون إيه هو دور الحزب السياسي؟ الحزب السياسي أولا يتواجد، تكون ليه شعبية، قواعد، يكون عنده خطة عمل، منهج، ومن الأفضل أنه يكون ليه اتجاه معين أو محدد أو بالتوافق مع الأحزاب الأخرى. الحزب السياسي أحد السبل اللي بتمكن المواطنين من الانضمام إليه والوصول لممارسة الديمقراطية عن طريق المجالس النيابية المختلفة أو القواعد المحلية في المحليات والمجالس المحلية. طب يعني لو فسرنا شوية القواعد الشعبية، يعني بيبقى في ناس كتير بتأيده وبيبقى في أكتر من محافظة أو في كل المحافظات، مش بس يكتفي بالحد الأدنى علشان يؤسس الحزب، يعني دي مفهوم، لكن خطة العمل والمنهج تقصد بيها إيه؟ ده هيفتح للمشكلة اللي بتعاني منها الأحزاب المصرية، العدد الكبير، المناهج والكلام شبه متقارب، وفي ضرورة لدمج الأحزاب أو تقليل عددها أو تكوين قوائم أو ائتلافات حزبية أو تحالفات. أن فكرة التحالف دي عجبتني شخصيا، تحالفات اللي هم 42 حزب اللي شاركوا في الجلسات الأخيرة السياسية من الحوار الوطني، يكون في جديد أولا يقدروا يقدموه، يكون في تمثيل للشباب والمرأة وذوي الهمم. والحقيقة أن الأول مرة شفناهم في الحوار الوطني الجلسات اللي عقدت الأسبوع ده، وده بيمثل تغيير كبير قوي في الشكل السياسي والأداء. نتمنى أن ده ينعكس على القواعد الشعبية ويحصل فرز وانتخاب لأفضل العناصر اللي فعلا تقدر تخدم البلد أولا، ثانيا تؤدي الرسالة المطلوبة للحزب أو الأفكار اللي بني عليها الحزب. طب يعني خطة العمل فيما يخص القاعدة برضو الشعبية وانتماء الناس والممارسة السياسية مفهومة، لكن هل من خطة عمل المفروض أن الحزب يقوم بيها للتحديات اللي بتواجه الدولة مثلا؟ بكل تأكيد، في اختيار أنا هعمل حزب دلوقتي، هختار حضرتك، هختار حد تاني، مجموعة من الاختيارات القادرة ان هي تناقش اولا وتعرف المشاكل الحقيقية اللي بتواجه المجتمع المحلي اللي انت فيه اولا، او المكان اللي انت فيه، الدايرة بتاعتك، ما نكررش اخطاء الماضي اللي هو فلان اسمه كبير او عيلته كبيرة، او للأسف لسه الانتخابات قائمة على القبلية والعصبية والحاجات دي كلها ورأس المال، بالإضافة لبعض التوجهات السلبية اللي شفناها زي جماعة الإخوان الإرهابية والحشد اللي كان بيحصل أيام زمان قبل ثورة 30 يونيو. لازم يكون في تمثيل حقيقي، اختيار للأشخاص القادرين على خدمة المجتمع وخدمة البلد. حلو الكلام بقى عن الكوادر، مش كده؟ الكوادر أمين نفسها، الشباب مثلا، أمين المحافظات، الأمانات، الأمانات الخاصة بالأحزاب، سواء الأمانات الرئيسية أو الأمانة العامة أولا ثم الأمانات الفرعية. لازم يكون في ناس فعلا تقدر أن هي تخدم وتأدي. المرحلة دي مختلفة عن المراحل اللي فاتت. الجمهورية الجديدة ما فيش فيها مكان بقى للفهلوة، للتربح من المنصب، ونتمنى ان ده يعني يزول تماما، او اللي بيفكر في كده يعرف ان مفيش، خلاص السكة دي اتقفلت، يبدأ مرحلة جديدة. كونك ان انت عايز تبقى ممثل للشعب او للوحدة او للقرية او عمدة او اي حاجة تانية، او في حتى في الوظائف العامة
لازم يكون في تفكير جديد ومنهج جديد في الاختيارات وفي الانتخابات. الكتلة أو الائتلاف الحزبي اللي بيحفظ لكل رئيس حزب مكانه، يعني مفيش انصهار أو اندماج. أعلن في بيان أمس أنه راضي عن المشاركة وأن المشاركة إيجابية في الحوار الوطني. حضرتك قريت البيان ده إزاي؟ هو مجرد إقامة الحوار الوطني ده في حد ذاته إنجاز، بس يجب ألا نتوقف عند النقطة دي ونفضل كلنا نقول ده كلام جميل جدا. أيوة نطلع بحاجة بقى. أيوة الناس بتقعد تتكلم مش تطلع بحاجة. الله يخلي، الله ينور عليك دكتور. ده المفيد. السيد الرئيس أما طلب إجراء الحوار الوطني مش عشان نشيد بالقرار بتاعه، لا، عشان نطلع مخرجات حقيقية من الواقع وتفيد التنمية والاقتصاد وتفيد البلد والحياة والمظلات الاجتماعية. حضرت مثلا مشروع قرية كريمة، كان في تصور معين عند بدء المشروع. الرئيس بنفسه قال قابلنا ناس وتكلمنا معاهم، وناس في قرى وأماكن يعني في أقصى القرى والنجوع، وقال خدنا منهم أفكار غيرنا بيهم مخطط المشروع. تخيل حضرتك لما واحد قاعد يعني آسف ركب على حمارة، وواحدة قاعدة في الغيط، هو اللي عايش في الجديد اللي انت هتعمله له ده، ادت أفكار لكبار المسؤولين في الدولة واقتنعت بها القيادة السياسية لتغيير اتجاهات بعض المشاريع العملاقة والكبرى، بعتبره من أكبر المشاريع المصرية في التاريخ الحديث. صحيح. تطوير القرى والنجوع بتاع ده، مصر جديدة بتتبني والناس مش مركزة على شوية حاجات غريبة كده في السوشيال ميديا. عودة الكلام حضرتك، نعم السوشيال ميديا، لو انت يعني لو بما انك عملت سكتة بعدها فانت عاوزني برضو اقول رأيي. انا قلت بصراحة من 3 ايام احنا هنشوف مرار طفح من هنا لغاية 30/6/24 بالظبط. والناس بقى اللي بتقعد تتكلم وتصور سيادة الرئيس معرفش على انه عمل ايه واثر في ايه وانت تخصصك ايه وتعرف ايه، وبنفس النبرة الحاقدة غير المهذبة اللي هي كانت على ناس قبل كده، يعني هقول ايه، كان ليهم جرائم بقى والقضاء طالهم، يعني بالزبط. مش على حد، يعني بصرف النظر احنا مش بندافع وخلاص، بس دي برضو من الحاجات اللي عايز اسألك عليها. هل الاحزاب في حوارها او في ادائها في الفترة القادمة هنتمنى ونأمل انه مش كله تمام يا فندم حسب توجيهات سعادتك يا فندم، الموافقة المباشرة الدائمة، يعني انا بتهيألي الاداء الحزبي اساس في ان انت تقول رأي مغاير، ان انت تقول اقتراح مختلف، ان انت تقول بكل تأكيد. بكل تأكيد انا جاوبت ضمنا على السؤال ده لما قلت ان السيد الرئيس طلب اجراء الحوار عشان ياخد نتائج. يعني انا بشوف الناس كلها والشعب كله يطلع بنتائج. انتوا كل الاراء وكل المعارضين وكل الناس اللي كان قعدت محدش بيكلمها من 15 سنة جات وحضرت ولبست بلدل وفساتين وقعدت واتكلمت. طيب عايزين نشوف بقى الكلام ده، هل كان في بقرب حضرتك من هذه الحوارات، هل كان في خطوط حمراء للحوار؟ لا انا بالعكس، انا بعض الحاجات اللي تابعتها وحضرتها الكلام زي ما الناس عايزة بتتكلم بالظبط. دي حقيقة، يعني دي ميزة لا دي ميزة كبيرة جدا. فأنا يعني حتى في أزهى عصور الديمقراطية مش عارف من إمتى، خلينا أقول من الستينات، ما كانش فيه الناس قاعدة بتتكلم براحتها. انت عمال ترجع مش عارف تقول هي فين أزهى عصور الحقيقة الديمقراطية. الحقيقة هقول لحضرتك حاجة، هو المراحل بتختلف والتحديات بتختلف. أي. ومصر طول عمرها مش عايز أقول في حرب، هي في حرب، وحاليا في حرب اقتصادية طبعا وحرب تنموية، دي مش سهلة. وإحنا دايما بنلخص الديمقراطية وإحنا قابلنا في علو الصوت وفي تخطي أي خط أحمر، مع إن الديمقراطية المفروض برضو بتوصلنا لشيء مش مجرد بس نحن نعلي صوت. في الآخر في الآخر أنت وصلت المكان عملت إيه فيه، هو ده المقياس والمعيار. أي. فتجربة جماعة الإخوان الإرهابية في السنة السوداء اللي حكموا فيها عملت إيه؟ أنت خربت البلد، طيب خلاص خلصت بقى، أنت كده اقفل وقعد ونشوف غيرك. ببساطة بكل بساطة يعني حتى الناس بس لسه بيمولوا برضو طبعا. يعني لا التنظيم الدولي
هم دي ناس مموله. واحد مثلا اقول لحضرتك حاجه، في الكتاب المقدس السيد المسيح في ايه لطيفه كده قال: هل يكتنون من العنب شوكا او من الشوك تينا؟ يعني لما تلاقي واحد بيشتم، هل متوقع ان انت هتلاقي في الاخر خوف على البلد وحد اصيل وحد محترم نمشي وراه عشان هو يقول لنا اذا كان هو او غيره اللي هيترشح؟ يعني يا ريت يا ريت حتى في 1% من الحقائق كلها اكاذيب وافتراءات وسخافات. وللاسف المجتمع الدولي والناس بره، في ناس هم متواجدين في اماكن وقواعد، الناس مش عارفه كل حاجه عننا. انا ما بقولش ان ده تقصير مننا، ولكن يجب الانتباه وتوسيع المدارك شويه فيما يخص الاعلام والسوشيال ميديا. يا جماعه الاعلام خطر جدا جدا، والسلاح الاول حاليا اقوى من القنابل النوويه الاعلام والسوشيال ميديا دلوقتي. لازم لازم ندير هذا القطاع بشكل كبير وبشكل مختلف وندرب الناس كلها عليه. مش لازم السكون، يعني مش لازم موقف الدفاع، لا انت تبتدي وتشرح، ومش بالاسلوب بتاع المرشات. الكلام ده ما بقاش ياكل عيش. المرشات اللي هو زي ما حضرتك قلت تمام يا فندم، لا 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 اشرح الامور وهات الجماليات. انا اللي بيلفت نظري ايه؟ خبر مثلا من وزارة الإسكان، من مجلس الوزراء، مباني جميلة، أشكال حاجات بتتبني حلوة، منظر طبيعي جميل، تغيير اللي هي العشوائيات اللي هي الكلام الجديد اللي احنا بنعمله ده. ده أحلام طبعا، أحلام بطن البقرة والمدابغ والحتت دي كلها والجيارة يا جماعة اتفرجوا على فين الكلام ده من الإعلام والأماكن اللي انزل كان. صور فيه أخي مسلسل ولا إعلان ولا 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 أي حاجة، ولا انزل حتى أعمل عنه ريبورت. طب حضرتك بما إنك بتلمس وجع جامد، يعني اللي هو الإعلام عندنا في مصر اللي هو ممكن يكون بيتصور انه ايه رايح دماغك وطبل وخلاص. لا لا لا، يعني حتى احنا كاعلاميين مش مؤهلين اننا، يعني لسه امبارح كنا، ويمكن كنت بقول لحضرتك بس لابد نستدعي ده، لسه امبارح احنا بنهني بعيد الاعلاميين، كنا بنقول انه زمان كنا بنحس ان الاعلامي على قامة الضيف، والضيف ده بيبقى وزير وبيبقى اديب كبير وبيبقى واخد جوائز عالمية وبيبقى فنان له تاريخ طويل، تحس ان الاعلامي قدوا. القماشة اختلفت دلوقتي يا دكتور إيهاب. بمعنى نظرا لعدم مواكبة التطور الكبير في الإعلام الدولي وتطبيق برامج حديثة ومتابعة التطورات وعملية التثقيف السياسي والوعي الوطني جداً. يا جماعة الكلام ده التربية الوطنية، والله دي مش دي مادة أساسية يا جماعة. والاهتمام بالبرامج، والحقيقة احنا وتكون تربية بجد، ما تكونش شوية موضوعات هكتب عنها بالزبط عشان اقدر اعرف هم عايزين ايه فاكتب لهم. بالعكس، يعني انا لما انزل، لما زمان كنا بناخد زراعة في المدارس والاقي حد بدل ما يتعلم يزرع بيقطع الزرع، هي دي عمق التربية اللاوطنية اللي انا عايز اعلمها له. بكل تأكيد بكل تأكيد. ونجيب النماذج الجيدة في المجتمع، نسلط عليها الأضواء، ده هيعمل قاعدة شعبية كبيرة، ونبتدي نتعامل بمنظور مختلف. الجيل الجديد مختلف، وأخشى ما أخشى أن في ظل التطور الكبير والتكنولوجيا الكبير، وإحنا داخلين على كارثة وتحدي كبير جدا اللي هو الذكاء الاصطناعي، أنت بعد كده مش هتلاقي مادة على محركات البحث تعمل بيها موضوع أنت عايزه. انت هتطلب ماده، هتجيلك ماده معده مسبقا طبعا مهدفه، وممكن تكون فيها تعدي على حقوقك التاريخيه، تعدي على حقوقك الدينيه طبعا، تعدي على حقوقك الشخصيه. يعني لازم اولا موضوع السيرفرات والاستعداد وتجهيز لمراكز ابحاث، التجهيز للداتا، حفظ البيانات، الارشفه، الوثائق، الأمن السبراني، عشان الأمن السبراني وتأمين المواقع. هو مش هنعتمد على أن مصر يعني تاني أكبر دولة في العالم بيمر فيها كابلات فايبر، فلازم نستغل الموضوع ده. أنت عندك دول العالم يهمها موقع مصر طبعا. ده لازم نستغله، نطور من البنية التحتية للإنترنت بشكل كبير جدا، والتأمين بالإضافة إلى البرامج
المريحة والسهلة اللي تدخل الرسالة الوطنية في كل مقدرات حياتنا. طيب في موضوع مهم جدا بتقوم عليه فكرة الأداء الحزبي في الدول المتقدمة، فلابد ان احنا نناقشه، لانه بصراحة اذا كان كل اللي في الأحزاب معتقدين ان الموضوع ده عمره ما هيتحقق لهم، هو موضوع تداول السلطة، اذا كانوا هم متخيلين كده فيبقى من العبث ان انت تقول لهم اشتغلوا. هيشتغلوا يعملوا ايه؟ ما هي الأحزاب برة بتشتغل عشان في الآخر تساهم ولو بنسبة ضئيلة في اتحاد الأحزاب اللي في الآخر يطلع حزبين كبار زي ما نشوف في أمريكا، زي ما نشوف في بريطانيا أعرق الديمقراطيات، وفي الآخر يقول لك ده أنا اللي ساهمت في رعاية فلان اللي تطور إلى فلان اللي بقى وزير بقى سناتر بقى رئيس. تمام. إيه موقفنا؟ مش بقول إن ده يحصل النهاردة، بس يعني إيه موقفنا؟ إحنا عشنا التجربتين، تجربة إن السلطة ملهاش دعوة بالأحزاب خالص، ده زي ما إحنا عايشين دلوقتي، وإذا كان في حاجة غلط صلح لي. لا لا مظبوط. وتجربة الحزب الواحد الأبدي اللي هو تعمل كارنيه الحزب عشان تخلص كل مصالحك في الحزب الوطني. هو حضرتك كما تفضلت وذكرت بالتدريج وبناء القواعد الأساسية للتثقيف السياسي والعمل المجتمعي، الموضوع فعلا مش بسيط، لان انت فجأة اتثبت على قارعة الطريق، ها، وخد شيل الشيلة دي. موضوع صعب. انا يعني اما تفكر فيه بمنطقية هتلاقي فعلا انه صعب، وصعب جدا. يعني مش هديك الدريكسيون تسوق وانت لا تجيد القيادة. انت لا تجيد قيادة في 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 مجلس محلي. أي. هتروح بينا فين؟ وشفنا التجربة، شفنا التجربة. ده مش دعوة للانغلاق واستمرار البعد عن الـ 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 الأحزاب أو السلطة عن الأحزاب، ولكن احنا دخلنا أو الاختيارات من ضمن الاختيارات في الجمهورية الجديدة، بدأنا بعملية الـ الأمن، ثم الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، ثم الحماية الاجتماعية، ومن بينها من بين البرامج الحماية تطوير الإنسان المصري ورفع مقدراته. ده شفناه، بنشوفه في، في التعليم، بنشوفه في التدريب، ما زلنا بنشوفه لسه، كنا جايبين الفيديو بتاع الرئيس وهو بيحضر امتحانات بالظبط وزارة الوزارة. أنا اتبسطت قوي لما شفت التدريب المصرية في القوات المسلحة، لما شفت الخبر الصبح اتبسطت قوي. يعني زي ما الناس بتقول طب يعني الرئيس بيحضر الجيش والشرطة بس، لا ده بيحضر المعلمين كمان. ما فيش حد احسن من حد، كله زي بعضه، وبالعكس دي رساله مهمه طبعًا. جدا اتمنى من الاعلام انه يلقطها. دكتور ابو سيني عبد الرؤوف خليل التربوي كانت معايا دلوقتي وقالت اذا كان الجيش والشرطه هم امن الحاضر فالتعليم هو امن المستقبل بكل تاكيد، فعشان كده لابد من الاهتمام بيه. اتفق تماما. طيب ماذا عن تداول السلطه؟ تداول السلطه موجود. من لديه القدره بكل صراحه بقى، خلينا نتكلم صناديق. موجود حزبيا؟ لا حزبيا هقول لحضرتك، اتكلموا عن تداول السلطه، اتكلموا عنه حزبيا. ما تم لغايه دلوقتي انشاء في طرف واحد. نتمنى ان يكون هناك مقابل، انا مش هذكر اسماء، هو اي حد متابع للشان السياسي فاهم تماما الموقف السياسي الحالي. لابد من تعديل نظام الانتخابات، نشوف افضل حاجه قوائم القوائم ايه، القوائم المقفوله ولا المفتوحه ولا مطلقة. ولا المطلقه، نشوف الـ 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 المراكز والدوائر هل هتستمر كما هي ولا لا، والفردي قد ايه اللي بيبقى الانتخاب مبني على العصبيه والقبليه زي ما حضرتك تفضلت. كل الانتخابات بتبقى كده للاسف. احنا عارفين يا اما حزب يا اما عائلات يا اما فلوس. خلينا بكل وضوح. سيبك من الايديولوجيات، خلاص انتهت. لا بنتكلم في اللي على الارض. انتهت. تمام. انتهت خلاص، والناس دلوقتي بقت واعيه وعارفه كل حاجه. محدش هيضحك عليك ولا ياخدوا منهم الفلوس ويختاروا غيرهم. بالظبط كده. لا وحصلت، حصلت يعني، حصلت في حاجات كتير وتصورت كمان. نتمنى ان يكون في تكتل من الاحزاب والتحالفات اللي شفناها النهارده. دي مبادره، وما دام هم مبسوطين من الحضور يا اخي شكلوا حزب كبير يا اخي.
ده أمنية. أنا بتمنى أن يكون في حزبين زي ما بيحصل في أمريكا حضرتك تفضلت، وزي ما بيحصل في إنجلترا الحزبين الأقوياء، ونزل الناس بقى، خلي الناس تشوف بجد السياسة. إنما أنا أما بشوف الأسماء، طبعا الأسماء كويسة غالبا بتبقى موجودة في الحزب، الحزب الكبير وشوية الشباب الجداد التنسيقية وبتاع، فطبعا الواحد بيختارهم. التانيين ما لم يكن نعرف منهم ناس ما بنختارهمش، وده غلط. ده غلط، لازم الجميع عشان يعرف يحصل على نفس الفرصة للوجود وتداول السلطة والوصول. ونتمنى في يوم من الأيام زي ما بنشوف في انجلترا ان اللي يكسب الانتخابات يشكل بقى حكومة وبقى والكلام ده. ده بس شغل السياسة. حضرتك قلت ارجع تاني للإعلام اللي واجب عليه يدي الفرصة بنفس التكافؤ لكل واحد داخل كعضو مجلس شعب، انتخابات مجلس شيوخ، انتخابات رئاسة، انتخابات مجالس محلية، لازم الناس كلها تطلع، لازم والجمهور لازم هو اللي يفرز. طبعا طبعا. ولازم يكون في تنظيم برضو، يعني انا برضو يعني انا بالنسبة للجرنان عندنا مش اي حد برضو هيجي انا عايز اتكلم كلمتين. لا، لازم يكون في تنظيم. ما هو الوصول للتنافس اللي هو الند بالند هيجي عن طريق حزبين او ثلاثة. خلينا نكون منطقيين. الدعوة دي والكلام ده قاله الرئيس من كذا سنة، ويمكن انا قعدت معاك هنا في نفس الكرسي ده واتكلمنا في الموضوع ده من كذا سنة برضو، مفيش حاجة حصلت. فمعنى كده ان كل 30 حزب يتجمعوا في حزب واحد، ده على الاقل. انت هتشيل احنا عندنا احنا 29 رئيس حزب بعد بعد يناير دي، دخلنا في 100 وشويه ودلوقتي 170. ايه الحاجات الجديده دي؟ لا، فلازم يكون في تحديد وتنظيم وتوحيد للجهود لصالح الجميع. طب لو روشتة كده في آخر الفقرة دي عشان ما يتقالش ان احنا مجرد بس بنلوم، يعني لا بالعكس، عايزين روشتة للعمل الحزبي. يعني حضرتك دلوقتي في حزب جديد اسمه اكس، ايه نصيحتك ليه؟ تقول له اول حاجة تعملها انزل اعمل كذا، وبعدها اعمل كذا، وبعدها رتب نفسك في كذا. خلينا نشتغل تنظيمات سياسية. اول حاجة هتعمل الناس اللي بيشكلوا الحزب، هتختار شوية مجموعة من الأفراد القادرين على الرسالة، يكون في البيانات الخاصة بالحزب والرسالة الهادفة اللي بتخدم مجتمعك وبتخدم بلدك. وتساعدك تساعد الناخبين ان هم يختاروك. الحاجة التالتة المهمة جدا الإعلام والاهتمام بتوصيل الرسالة بتاعتك للناس، ومش الناس اللي هو التوب ليفل أو اللي هو القطاع السياسي بس، لا، لازم يكون عندك مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي. حلو قوي. قادرة على الوصول حتى دي مجاني. حتى النهاردة الأحزاب الكبيرة في ملاحظات على أدائها بالنسبة للتواصل الاجتماعي. ما بقاش أنا عامل مشاريع وما بقاش عامل جهود كبيرة قوي والناس مش عارفاها. ده ما بنعنيش ان انت تفضل 24 ساعة تشيد بالجهود بتاعتك ان انت خدمت فلان او علان، لا، يكون في توازن بين السياسة اللي او الاهداف اللي انت عايز تقدمها سياسيا وما يمكن تقديمه فعليا والرسالة اللي انت بتوجهها للمواطنين. هيحصل لك ان الناس تنجذب للكلام بتاعك او الرساله الناس كلها عايزه تغيير. صحيح. انت كلم اي واحد في الشارع راضي عن الوضع السياسي والاحزاب هيقول لك يا عم فين عايزين حياه حزبيه حقيقيه. حياه حزبيه حقيقيه. انا مضطر انتخب الحزب الفلاني او انتخب الشخص اللي نزل على القائمه الفلانيه، انا اعرفه، فين التانيين؟ هيقول لك هم ما بيدوناش. لا، ماشي، لازم يكون في تخصيص لاوقات معينه. صحيح. بس انا مش هخصص ل 100 واحد. والفضاء الاجتماعي، ما هو حضرتك قلت يعني النهارده ما حدش بيقول اعمل يا سيدي صفحه واعمل قناه واعمل واعمل وريني. بكل تاكيد، بكل تاكيد، ده ليه بالمناسبه تاثير كبير جدا على الجمهور. طب الناس دلوقتي مش بتستسهل، الدنيا اتغيرت، وسائل الإعلام والتأثير الإعلامي اتغير. صحيح. تأثير سوشيال ميديا 70%، 20% تلفزيون، و10% أخرى من إنترنت وإذاعات. فده تغير مخيف. صحيح. الكلام ده من 10 سنين أو من 15 سنة كان 75% تلفزيون. أي.
شوف التغير الكبير بقى حصل فيه ايه، وفي حاجة جديدة اللي هو البرامج الخاصة او القنوات الخاصة او المحتوى الخاص للشركات الخاصة، مش عايز اقول الاسماء، هم معروفين طبعا سواء عالميا او محليا او بتاع. دي بتجتذب قطاعات كبيرة جدا من الناس، مش مجرد ان واحد مش عايز يتفرج على اعلانات في المسلسل او في الفيلم او في هيتكلم عن منصات بالظبط، منصات المحتوى. تمام، انا بشكرك يا استاذ محمد، نورتنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ محمد عز مدير تحرير الاهرام، وشكرا لحضراتكم، ونتمنى ادينا بنتعلم مع بعض يعني ايه حزب ويعني ايه ممارسه سياسيه، والاختيار لحضرتك في الاخر ان انت تمارس سياسه او على الاقل ما عندك شيء من الوعي بهذا النوع المهم اللي هو في الاخر هو اللي بيقود البلد، وتبقى فاهم الدنيا ايه لما بتيجي انتخابات، تبقى عارف هتنتخب ليه وعلى اي اساس. بشكركم، بكره ان شاء الله حلقه جديده.